دفنونا معه في المعمودية لنقوم إلى جدة الحياة. أعزائنا المشاهدين، مشاهدين قناة لوجوس تي في، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات اللي بنقدمها بعنوان على درب الآباء على شاشة لوجوس تي في. احنا ما زلنا بناخد موضوعات آبائية، موضوعات عقائدية، بنتناولها ببساطة ومعتمدين على فكر الآباء، آباء الكنيسة الكبار، الآباء اللي سلمونا التعليم دي وحفظوا الإيمان زي ما استلموه من أبائنا الرسل. وبيسعدنا في هذه الحلقات وفي الحلقة دي أيضا إن احنا نستضيف الدكتور نصح عبد الشهيد، مدير مركز الدراسات الآبائية بالقاهرة، واللي موجود معنا هذه الأيام عشان يكلمنا من فكر الآباء عن موضوع وموضوع المعمودية. اهلا بك يا دكتور نصحي في حلقه جديده. اهلا وسهلا. وعايزين نتكلم النهارده عن سر المعموديه وعن المعموديه هي قيامتنا وحياتنا الجديده. حضرتك طبعا عارف ان القديس بولس الرسول اتكلم في رسالته لاهل روميا والاصحاح السادس لما بيقول: اما تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. وباقي الأصحاح بيتكلم عن هذا الكلام. ده برضه هو الأساس الكتابي اللي اعتمدوا عليه أباء الكنيسة في كلامهم عن المعمودية زي ما هم كانوا عايشينها وبيمارسوها وبيعلموا بيها في عصرهم وفي كتاباتهم الكتيرة. مين من أباء الكنيسة دكتور نصحي أكتر نقدر نقول اتكلم عن موضوع المعمودية ويعني ادانا فكرة عن اللي بيحصل في المعمودية؟ في القديس يوحنا ذهبي الفم تكلم عن المعمودية، له عدة عظات كبيرة عن المعمودية. والقديس كيرلس الأورشليمي في عظاته للموعظين عن الأسرار تكلم عن المعمودية والأسرار الأخرى، تكلم باستفاضة عن المعمودية. و ايضا القديس امبروتوس تكلم عن المعمودية، واخرين ايضا القديس اثناتيوس يشير اليها دون ان يكون الموضوع هو عنوان المعمودية، ولكن اثناء احاديثه سواء في تجسد الكلمة او في المقالات ضد الاريسيين يشير الى المعمودية كثيرا اثناء دفاعه عن الايمان. طب ازاي كانوا لما بيتكلموا عن المعمودية ازاي كانوا بيقدموها ويتكلموا عليها كسر وك يعني مدخل للحياة الجديدة، وزي ما بيقول بولس الرسول هنا فاذا هي مرتبطة بموضوع موت وبموضوع قيامة وموضوع صليب؟ يعني ازاي حضرتك برضو من خلال فكر الآباء زي ما عودتنا احنا بنتكلم في برنامج على درب الآباء؟ أيوة. فعايزين نوضح الكلام ده للمشاهدين علشان نبقى فاهمين انه الآباء سلمونا تعليم كان عايشين به في الكنيسة الأولى، واحنا لازم عشان نفهم الكنيسة الأولى كانت عايشة ازاي زي ما حضرتك علمتنا انه وزي ما بيقولوا ان احنا نغرز نفوسنا او ننقع نفوسنا في كتابات الآباء. الآباء بيتكلموا بنفس روح بولس الرسول وهو في كلامه في رسالة رومي عن المعمودية، و
بيتحدثوا عن إزاي إننا بنتحد بالمسيح عن طريق المعمودية، نتحد به في موته ونتحد به في قيامته. تمام. وطبعا الاتحاد ده اتحاد سري، يعني مش منظور، مش اتحاد مادي. تمام. اتحاد سري يعني غير منظور. وطبعا هنا دور الروح القدس في القيام بهذا الاتحاد انه بيوحدنا بالمسيح في موته، عندما نعتمد، عندما نعتمد ندفن مع المسيح، بس مش في قبر من تراب ولكن في قبر من ماء. ندفن في الماء والروح القدس يعمل في هذا المدفن ويقدس ويشرك المعتمد في ثمار موت المسيح وقيامته. فزي ما بيقول الرسول بولس انه زي ما المسيح قام من الأموات نقوم نحن في جدة الحياة. جدة الحياة يعني ايه؟ يعني حياة جديدة. يعني الحياة جديدة، يعني نقوم في حياة جديدة نبعى من شخص المسيح اللي غلب الموت وقام. طب ليه يعني ليه قديس بولس هنا وليه الآباء بيربطوا الربط حتة المعمودية وحتة الموت؟ ليه؟ لأنه طب المسيح عمل إيه في الصليب، والمسيح وإحنا بيحصل إيه في المعمودية بالموت؟ يعني هو التغلب على إيه؟ يعني إيه مفاعيل المعمودية في كده؟ بالروح القدس بيعمل في المعمودية ويعطي قوة للإنسان المعمد علشان يعيش الحياة الجديدة اللي أعطيت بذرتها لي في السر، سر المعمودية، يعطيله القوة إنه ينتصر على الضعفات وشهوات الجسد ومحاربات الشياطين وكل القوى المضادة اللي بيقابلها إنسان في الحياة في هذا العالم. يعني كانت الفكرة من أو يعني النقطة الأساسية في الصليب هو القضاء على الموت. أيوة طبعا. والفكرة والنقطة الأساسية أيضا في المعمودية نعتمد لموته، يعني أيوة. نموت معه. إن القضاء معه على الخطية أو على نتيجة الخطية هي الموت. أيوة. فالمسيح غلب الموت عن طريق الصليب، فبيدينا هذه الغلبة لما نتعمد بيه، وهو ده اللي بينقذنا من آثار الخطية. الموت الذي دخل إلى العالم هدمته بالظهور المحي. فموت المسيح بيحرر الإنسان من نتائج الخطية اللي هي نتيجة السقوط. نتيجة بيحرره السقوط إيه؟ من نتائجها اللي هي الموت وفساد الطبيعة البشرية أو قابليتها للخطأ والاضمحلال. يعني هو ده اللي بيحرره منه المسيح. يعني نتيجة الخطية موت. نتيجة الخطية موت. أجر الخطية موت ونتيجة الخطية موت. وبالتالي نحن نرث. نحن نرث طبيعة قابلة للموت وقابلة للضعف والخطية. ولكننا لا نرث الخطية نفسها. لأن الخطية فعل لا يورث. فعل شخص لا يورث. ولكن الذي يورث هو الطبيعة التي سقطت والموت الذي نتج من السقوط في الخطية. وبالتالي زي ما بيقول المزمور بالخطية ولدتني أمي، هنا الخطية يعني بالموت بقى. بالموت مش وراثة الخطية. بالخطية ولدتني بمعنى اني انا وإلا تبقى الولادة، الزواج البشري اللي بتقدسه الكنيسة كسر من الأسرار يبقى خطيئة.
إذا كان بالخطيئة ولد بيؤمن بالمعنى ده، ويبقى المسيح اتولد بالخطيئة، ويبقى المسيح اتولد بالخطيئة، فطبعا مستحيل. ولكن هو المقصود إن أنا خاطئ من بطن أمي، يعني من صغري أنا طبيعتي مائتة يعني وضعيفة، مائتة وضعيفة وقابلة للخطيئة من بطن أمي. علشان كده الكنيسة بتصر على معمودية الطفل، لأنه ينزل من بطن أمه. وإحنا مش بنتكلم عن الموت الفسيولوجي، بينزل بيعيط وبيعمل كل حاجة، ولكن في نظر الكنيسة هو ده طبيعة مائتة، لازم يموت في المعمودية مع المسيح ويقوم إلى جدة الحياة. تمام. وبالشيء بالشيء يذكر طبعا، وحضرتك عارف أنه بتحضر في ذهني أن الأيقونة القبطية للمعمودية المسيح أن بتوضع عند جرن المعمودية، عند جرن المعمودية، والمسيح فيها بيبقى شكله أكن الفنان القبطي بيرسم الجبل أو النهر، أكنه مفتوح كده، أكنه قبر. وبيوضع المسيح إيديه عامل كده وكأنه في وضع الرقاد في القبر، أنه مدفونين معه في المعمودية، نقوم إلى جدة الحياة. إذن المعمودية هنا مرتبطة بخلاصنا. أيوه طبعاً، ارتباط شديد. مرتبطة طبعاً بخلاصنا، لأن المعمودية بتغرس فينا حياة المسيح عن طريق عمل الروح القدس في سر المعمودية. فتدخل الحياة بتاعت المسيح أو حياته الإلهية يعني أو حياة الله تدخل فينا، فتطرد الموت من داخلنا، تبقى تطارد الموت. حياة الله يعني المسيح الإله المتجسد، حياة الله بتدخل في الإنسان المعمد عن طريق الروح القدس، وتحارب وتطارد الموت اللي موجود في طبيعة الإنسان الخاطئ. أي إنسان هو خاطئ؟ أو الذي مات بالخطيئة، الذي مات بالخطيئة، فتطارد الموت لكي والفساد لكي تحرر الإنسان من هذا الموت ومن هذه الحالة الفاسدة اللي ورثها. وطبعا استمرار العلاقة بين الإنسان وبين الله بمختلف الوسائل الروحية والصلاة ودراسة الكتاب المقدس إلى آخره والإفخارستية زي ما هنشوف، تساعد الإنسان على النمو وأن يتقوى ويأخذ الحياة لي لغاية لما يبقى منتصر على الضعفات اللي موجودة في طبيعته المائتة وفي جسده المائت. طب الآباء سموا المعمودية ختم. إيه اللي ورا الكلمة دي؟ الختم يعني نبقى مختومين لملكية المسيح، لأن الختم كان يوضع على العبيد في العصور القديمة ويوضع على الذبائح علشان يبين إن الذبيحة دي بتاعت فلان. فإحنا الختم يوضع علينا اللي هو ختم المعمودية، معناها إننا إحنا ملك للي تعمدنا بإسمه، ملك للمسيح أو ملك لله. فالختم هو ختم لملكية، ختم ملكية، إن ده بيبين ملكيتنا لله وإن الله هو ملك حياتنا. وكانوا كمان الآباء أو لغاية الوقت أعتقد التقليد ده موجود، إنه بيعطى اسما جديدا عندما يعمد. طبعا. طب إيه كانوا علشان يعطوا اسم جديد، علشان اسم قديس عادة، عشان يناسب الحالة الجديدة اللي حيصير فيها، يعني حياة القداسة. وهذا الكل قد صار جديدا. آه. ف
فاعطاء اسم هنا معناه انك انت احتفظت حياه جديده، حياة جديد. يعبر عن اكزيستنس جديد، وجود جديد، وجود جديد غير الوجود العتيق. وكانت المعموديه بتتم امتى؟ على حسب من اباء كانوا بيقولوا في كتاباتهم، يعني اذا كان قديس كيرلس الاورشليمي او غيره، كانت بتتم امتى في السنه يعني، وعلاقتها بالقيامه وكده. كانت اصلا بتقام في ليله عيد القيامه في الاول، ليله عيد القيامه، ودي ليها هدف طبعا، يعني انه المؤمنين يشتركوا في قيامه المسيح يوم السبت صباح الحد بتاع القيامه، يعني يندفنوا معاه اليوم السبت ده المسيح كان في القبر، تمام، علشان يقوم معاه في صباح الاحد. اقامنا معه. جميل جميل جميل. بس طبعا يعني الظروف كتيره اتغيرت، طبعا ازدحام الموسم بتاع القيامه او الفصح كما كان يسمى، فازدحت وبقت المعموديه بتتم في الاحد السابق لاحد الشعنين قبل ازدحام الموسم بتاع البسخه او اسبوع الالام، لكن اشاره مهمه دي، انه يعني يتم المعمودية في يوم سبت النور أو سبت الفرح زي ما بيقولوا، عشان يزفوا في قيامة المسيح. أيوة طبعا، كقائمين مع المسيح. وأعتقد أن الزفة اللي بتحصل في الكنيسة النهاردة للمعمد دي متاخدة من زفة أيقونة القيامة طبعا، لأن طبعا هذا الإنسان حتى لو كان عمره شهور فهو إنسان جديد قائم مع المسيح. طبعا، واخد حياة القيامة مع المسيح، فيجب أن نفرح بانضمام العضو الجديد، العضو الجديد، ونهنيه كمان يعني. وأعتقد أنه كان بيتم برضو صوم على هذا الإنسان، ولا إيه؟ صوم بيصوموا، الكنيسة كلها بتصوم مع الإنسان المقبل على المعمودية. كان في في العصور الأولى كان في صوم قبل المعمودية، والكنيسة كلها كانت تقريبا بتشترك فيه كمان. وهو ده أساس بدايات الصوم. إنه كان صوم استعدادا للمعمودية. تمام. يعني كانوا ياخدوا 40 يوم يعدوا الموعظين بالعظات والتعليم، وفي نهايتها يكون جه عيد القيامة. عيد القيامة. فيبقى ده يوم ليلة التعميد. وكل أعضاء الكنيسة تشارك هذا الإنسان المقبل على المعمودية أو المقبل على الانتقال من حياة الظلمة إلى حياة النور، فتعضده تعضده بالصوم عشان يخرج منه هذا الجنس، لا يخرج إلا إيه؟ بالصوم والصلاة. فلكي ينتقل من مملكة النور، مملكة الظلمة، إلى مملكة النور، تعالوا كلنا. وده إحساس حقيقة جميل بإحساس الجسد الواحد يعني. أيوة طبعا، لانه سوف ينضم عضو جديد في هذا الجسد الواحد. كلمه اخيره تقولها لنا دكتور نصحي في موضوع المعموديه، وكيف نعيش ونجدد معموديتنا. انا سمعت من حضرتك انه زمان كان الكاهن بيجيب الطفل لما يكبر شويه، كنت سمعت من حضرتك حاجه زي كده، لما يكمل قدام الهيكل. ايوه، لو سمحت قولها لنا الكسر. يعني كانت الكنيسة الكلام ده كان مستمر لغاية القرن 14 يعني في الكنيسة، اللي هو في كتاب زكريا سباع. تمام. إن كان الطفل المعمد كان بيسلم لإشبين يعلمه الإيمان، ولما يوصل لسن حوالي 14-15 سنة يجيب الإشبين الشماس، يعني يجيب الطفل اللي هو أخذ مسؤولية معموديته كإشبين ليه، يجيبه قدام الكنيسة قدام باب الهيكل ويسلمه، يعني يخليه يقول له أنا استلمتك ودلوقتي أنا بسلمك الكنيسة، فاعترف أنت بالإيمان اللي أنا اعترفت بالنيابة عنك وأنت طفل، وخذ مسؤوليتك بقى، وخذ مسؤوليتك عن نفسك. وبعد كده الكاهن ياخد الطفل الصبي ده ويبقى
هو المسؤول عن إرشاده بعد ما كان الإشبين هو بيتولى رعايته غاية لما يصل لهذا السن اللي يبتدي يشعر فيه بمسؤوليته عن نفسه وضميره يبتدي يتحرك ويفكر ويبقى له حرية إرادة يختار يقبل ويرفض إلى آخره. وده يبين أهمية دور الإرادة البشرية أو حرية الإنسان في أنه يسير مع المسيح، إن زي ما قال الرب إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليكن. إن أراد يعني إرادة الإنسان لازم تكون متوفرة في السير مع المسيح وفي اتباع المسيح. أو ما عبر عنه أحد آباء الكنيسة أن الله الذي خلقك بدونك لن يخلصك بدونك. بكده نأتي إلى نهاية حلقة جديدة من حلقات على درب الآباء اللي بنقدمها على شاشة قناة لوجوس تي في. انتظرونا في حلقة تانية وموضوع تاني على درب الآباء. نشكركم، نشوفكم على خير.